دستور الجمهورية التونسية. بعد نشر الدستور الجديد الذي صوت عليه التونسيون بأغلبية الأصوات، تتجه الأنظار في تونس للانتخابات البرلمانية أواخر هذا العام، انتخابات ستعيد وفق تصريحات الرئيس قيس سعيد رسم المشهد البرلماني بناء على انتخاب الأفراد وليس الأحزاب، ووفق قانون انتخابي جديد سيقع الإعلان عنه في الفترة المقبلة ليلائم المتغيرات السياسية، حيث ستقدم بعض الأحزاب والمنظمات المساندة للمسار الإصلاحي مقترحات قوانين انتخابية، غير أن ذلك قد يسهم في خلق حالة من التجاذب والصراع بين الرئيس ومعارضيه. الأحزاب ما زالت متمسكة بالمشاركة في الحياة السياسية وتريد أن تشارك في الحياة السياسية، وإذا ما تم إقصاؤها هذه المرة أو استبعادها بطريقة ما فإن هذا من شأنه أن يثير يعني بعض الاحتجاجات أو بعض التحركات الاحتجاجية في الفترة القادمة. وتعتبر مكونات سياسية معارضة لسعيد أن القانون الانتخابي سيكون على المقاس ووفق مصالح الرئيس الذي يسعى للمسك بأكثر عدد ممكن من الصلاحيات، خاصة وأن سعيد تحدث أكثر من مرة عن محدودية صلاحيات البرلمان المقبل مقابل صلاحيات أوسع للرئاسة ولمجلس الأقاليم. المتوقع أن يكون على مقاس رغبة رئيس الجمهورية وأنصاره، باعتبار أنه تمسك بداية بهيئة الانتخابات التي أشرف على الاستفتاء، وثانيا يقول أنه سيراهن على آرائي وأفكار من سنده في المرحلة السابقة. الانتخابات التشريعية ستكون في 17 من ديسمبر بشكل ومضمون يختلف عن المحطات الانتخابية السابقة، وبتصور جديد للحكم قد يقنع الرأي العام، خاصة بعد التصويت الإيجابي على الدستور مؤخراً. يستعد الرئيس التونسي للإعلان عن قانون انتخابي جديد قبيل الانتخابات التشريعية السابقة لأوانها، وسط حديث عن فرضيات استبعاد عدد من الأحزاب والتي شارك بعضها في المنظومة السياسية السابقة ولم يساند البعض الآخر منها المسار الجديد للخامس والعشرين من يوليو، وهو ما قد يشحن المشهد بمزيد التوتر والخلافات والاحتجاجات. نجلاء بخريس، الغد، تونس.